قصتنا اليوم يا الربع عن مس ريتشاردسون في يوم نحس المستمر. مس ريتشاردسون يا الربع ضابطة عندنا في سجن مايو. Picture this 2014 عنبر فاء. ها هي مس ريتشاردسون تتفقد أحوال الرعية. أوكي يا البحري explain that, what does that mean؟ تتفقد أحوال الرعية، إيش هي؟ كوين؟ ملكة؟ فرانسيس؟ أوكي، نظام السجانة يا الربع داخل سجون أمريكا مفروض عليهم أن ساعة كل ساعة يدخلون العنبر على الأقدام ويدشون بين الأسرة يشوفون يكون في جثة في الأرض ولا أحد بيفعل في أحد ولا بالإضافة إلى الكاميرات لازم السجان نفسه فعليا موجود يشتم الروائح إذا في رائحة غريبة مخدرات حشيش حتى سجائر. بعد 2011 منع باتا بيع واستعمال السجائر. anyway مس ريتشاردسون تمشي دخلت العنبر تتفقد أحوال الرعية كما هو مطلوب. لسه بادية دوامها مس ريتشاردسون عندها 12 ساعة. مس ريتشاردسون again أواخر الأربعينات شقراء حسناء طويلة بالعمر ومبين عليها أنها سنين وبنين داخل الوظيفة هذه. توظفت وهي عمرها 20 سنة فتعرف أمور وخبايا السجن. ما كانت جيدة جدا ولكن أيضا ما كانت مقبول، ما كانت سيئة جدا ولكن أيضا ما كانت الأفضل، كانت يعني امرأة عادية. يعني she got a job to do, she comes, she does، ولكن كانت جميلة نوعا ما، لذلك كانت محط أنظار المساجين. عادة لما تدخل الكل يبتسم، good morning Mr. Chisholm، good morning Mr. Chisholm، how you doing Mr. Chisholm، hey Mr. Chisholm، good morning، how you doing، وهي عادة ترد التحية good morning، good morning، وتمشي تتفقد أحوال الرعية. تمشي وتحرك البيبان تأكد أنه مثلا الباب مغلق ولا مفتوح ولا محكم والأمور هذه. تمشي تشوف يكون في جثث على الأرض، لا تشوف أحد دماء على الأرض ولا تشوف أحد يفعل فيه على الأرض، ولا سجن. سجن هذا مش حديقة العدلية يا الربع، هذا سجن وفي أمريكا أيضا، مش في ها أقولها 5 star. المهم لاحظنا على مس ريتشاردسون إنها لابسة نظارة، هذا كبرى نظارة سوداء pitch black، أراك لا تراني zero tint، وكأنها لابسة نظارة اللحيم. عجبنا إلى مس ريتشاردسون، بين عليها الحزن نوعا ما، بين عليها disappointment نوعا ما. good morning مس ريتشاردسون how you doing، hey مس ريتشاردسون good morning how you doing، okay. خذت فرة بالعنبر بين الأسرة 86 دخلت من باب أوفيس ستيشن، دخلت الأوفيس ستيشن وجلست. عادة مس ريتشاردسون في أيامها العادية تمسك الانتركام وتكلم المساجين، أوكي جود مورنينج جايز جيت ريدي، اغسل اكنس نظف الغبار، مدير السجن جاي تفتيش مش عارف ما ادري شنو، الكابتن يجي راح يفتش، خليك نظيف خليك مش عارف ايش، السرير عدله، بابا بابا بابا. عاد في حيويه، في صوت نسائي بالعنبر في الانتركام تكلموا تمزح احيانا وتحدد احيانا. العنبر مليء بالحياه لما مستر شيل موجوده. ولكن that day was no ordinary day. مس ريتشاردسون كانت او شمعتها كانت طافيه. أوكي، وكما هو الحال أعزكم الله في حديقة الحيوان، الحيوانات أيضا تشاهد وتطالع الزوار. فإحنا عجبنا، فشوي شوي وكأنك الطفل اللي شايف أمه حزينة وصغير بالعمر مو هو فاهم شو السالفة، فنتقرب إلى الأوفيس ستيشن شوي شوي نحاول نفهم إيش الموضوع. Good morning Mr. Chisholm, are you right today؟ Yeah, I'm all right. Hey, Mr. Chisholm, how are you doing today? Everything okay? Yeah, everything okay. فإحنا already ما ندري شو السالفة.
المهم قربنا طالعنا مرة أو مرتين مسرش السن خلعت النظارة. يوم خلعت النظارة ولا بوم دام برو what the hell happened Miss Richardson ولا عينها وارم هذا وارم شديد وضخم ولونه أسود ومفلوع دام Miss Richardson وكأن مايك تايسون معطيها بوم دام Miss Richardson what happened مسكينة مس ريتشسون عندها زوجها أيضا يعمل في نفس السجن اللي احنا فيه هي اسمها مس ريتشسون وزوجها اسمه مستر ريتشسون هي سارجنت وهو أيضا سارجنت في أمريكا الزوجة تحمل لقب أسرة الزوج يعني ممكن كان اسمها هانتر ممكن كان اسمها فيكتور ممكن كان اسمها جانسون بمجرد زواجها مع الشخص هذا اللي اسمه ريتشسون الآن اسمها أصبح ريتشسون الله أعلم نوع من الملكية أخذ البنات إنه تملك أيام القرون الوسطى في أوروبا I don't know المهم مس ريتشسون زوجها يعمل عندنا في نفس المكان ولكن في الجهة المقابلة احنا السجن مقسم إلى 4 أقسام مس ريتشسون تعمل في قسم أو ربع وزوجها يعمل في المكان الآخر ولكن نعرف زوجها من النوع اللي بايعها شوي زوجها من النوع اللي عادي في أثناء العمل ينزع التيشيرت ماله ويتمشى أثناء العمل يوقف يلعب باسكتبول مع المساجين عادي ينزع البدلة الميري مع البنطلون لابس تانك توب ويتمشى وكأن السجن هذا السجن العائلة وكأن داش بفلوسه وكأن هذا ملكه الخاص وكأن عزبة بيع ولا أرض يمتلكها مستر ريتشسون كان بالليجرنت الربد يقولون كان إيده طرشة يعني كان سمعنا أنه هذه مو أول مرة يضرب مستر ريتشسون النوعية هذه اللي يلبسون تانك توب وايت امريكا يسمونهم وايت تراش تانك توب اللي احنا نسميها فانيلا علاق في امريكا التانك توب هذه لها نيك نيم النيك نيم هو وايف بيتر وايف بيتر معناته هذا الرجل اللي دائما يحب ان يضرب زوجته بابا بابا يسطر فيها يمد ايده عليها عادي يعني سواء قنقن ولا لا سواء شرب ولا لا سواء لا مزاج ولا لا سواء مزاجه متأكر ذلك اليوم ولا لا سواء طلع حرته فيها ولا لا سواء ما عجبه لون الحائط ولا لا سواء هيك حيوانة ولا لا يسمونه وايف بيتر وايت تراش تريلر تراش كونتري فوكس ريدنكس أيضا لهم مسمى يسمونهم وايف بيتر لبس التانك توب ومديد على زوجته مستر ريتشسون كان النوعية هذه اللي يحب مديدة على زوجته أقول لكم يا ربع عينها هذا كبرة مسكينة من إنه وارم لدرجة أنه عبارك أنت مخلوق آخر متعلق في وجهها مسكينة لذلك حط النظارة السوداء وكأنها نظارة اللحيم حزينة وديسابوينتمنت وإحنا نجيها عبر المربع نحاول يعني نواسيها إحنا المساجين لأن بالنهاية احنا فعلا مساجين وهي فعلا سجانة ولكن احيانا هي تمزح معانا احيانا هي تسلم علينا احيانا هي تسأل يعني وقت التفتيش تفتش اغراضك تفتش تفتح الالبوم تشوف صورها لك تقول لك you kids this your son handsome this your daughter oh pretty oh, what is this oh that's your country nice and she start talking about her life اي صدق احنا هذا يشبه مكان الفلاني عندنا ولا أنا ودي أزور بلدكم يوم فيعني أحيانا تتعدى مسألة اليونيفورم ولبس العسكري وتنظر إلى الإنسان بيوند ما وراء البدلة الزرقاء يعني شي ريالايز
تدرك ان هذا انسان بالنهاية عنده زوجة، عنده اهل، عنده اولاد، عنده بنات، عنده وعنده، يمكن يوم الايام كان كشيخ، يمكن يوم الايام كان سقرتي، يمكن يوم الايام كان عنده سيارة قوية، يمكن عنده طيارة قوية، نفسية حلوة، ولكن الناس تخطئ وهذا تدخل سجون. فيعني احيانا تدرك انه هناك حياة مليئة بالاثارة وراء هذا الرجل، او لازم اني احترمه احيانا، مو كل عامله انه هو نكرة، مجرد مسجون، مجرد كريمينال، كان هيز ا كان ارتست. المهم عندنا واحد اسمه 40 هذا يا الربع عضو عصابه في البلد، عضو عصابه في البلد يا الربع، كان حاب مس ريتشاردسون، ولكن للاسف يا الربع كان حب من طرف واحد فقط. يعني مس ريتشاردسون اول شيء بيضه شقره طويله، عندها زوج، ولكن كان فيها نعرة العنصرية، ما كانت تحب السمر، ما كانت تحب السود. وهذا 40 كان أسود عصابة الدماء، طائش صغير في العمر، يعني كان في منتصف العشرينات. مس ريتشاردسون يعني كان يحاول يتغزل فيها أحيانا، مس ريتشاردسون ما كانت تعطيه وجه، كانت إنه وقف عند حدك، أنا في عالم آخر، أنت في عالم آخر، أنا حتى لو بفر الله والسامبري is definitely not gonna be with you. لو أنا يعني حتى لو راح أحب مسجون أو راح تكون معاي علاقة مع مسجون آخر، definitely ما راح تكون أنت. أنت أصلاً you are not even a blip on my radar. ولكن هذا النوع من الحب من طرف آخر، الحب المهووس. تخيلوا يا الربع هذا 40 ليلة نهارة يفكر في مس ريتشاردسون، يتكلم عن مس ريتشاردسون، يحلم في مس ريتشاردسون، ينادي اسم مس ريتشاردسون في منتصف الليل. يعني انت تحلم تقول بالله العلي العظيم، في امريكا يقولون I put this on that، or في امريكا يقولون the soul of my father، I put this on the soul of my mother. هو كان يقول احلف باسم مس ريتشاردسون، يعني حتى وقت القسم يستعمل اسمها، لدرجة انه كان مهووس فيها. من تدخل مس ريتشاردسون هو من بعيد هيمان فيها، يطالعها من بعيد، واذا جت جنبه قربت لما تاخذ الفرة يبتسم. هيمان يعني فعلا فان لاف وذ هير، ولكن من طرف واحد، غضب، غضب شديد من زوج مس ريتشاردسون، غضب. تخيل الرب يمشي ومعصب، كل ذي مرة، كل ذي مرة، أو كل ذي مرة، كل ذي مرة. ربع يقولون حد يمعود، ترى هذه لا هي صاحبتك ولا هي زوجتك ولا هي أختك ولا هي أنت سالفتك. No man, no man. But what's right is right, bro. What's right is right, bro. He can do that shit, bro. He can do that shit to her, bro. What's right is right, bro. I will kill the mother. ويمشي ويهدد ويتوعد في نفسه إن أنا لو بيدي كان ذبحت ريتشاردسون. كان واحد يقول يا معود it's so easy, bro. Put a hit on him. Put a hit on him. Put a hit on him. معناته دولك احد من ربعنا من عصابه الدماء في الخارج ينفذ لك العمليه هذه، يغتال الرجل بينما هو في الخارج في العالم الخارجي. احنا الحين ما عندنا شيء، ما عندنا اسلحه، ما عندنا، هو الشرطي واحنا المسجونين، هو السجان واحنا المسجونين، هو الجلاد واحنا اللصوص، ولكن تليفون واحد كلم ربعنا بالخارج، حتى اغريهم بالمال او اغريهم بمنصب السلم الحرمي للعصابة اللي احنا ننتمي اليها الدماء، وخلى يتخلص من مستر ريتشاردسون once and for all، وخل مس ريتشاردسون تفرح، ولعل وعسى تفتح لك الابواب ان انت تكون في علاقة مع مس ريتشاردسون. ها 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 good idea or what? Good idea or what? No man, bad idea, wrong idea. وفعلا صاحبنا عندهم جوال جايبينه بالخلسة ممنوعات، يرفع التلفون، يرفع الجوال ويحاول، يحاول يشوف أحد في ولاية فلوريدا، في شمال ولاية فلوريدا، من أخوته في نفس العصابة البلد، ويعرض عليهم اسمع أبيك في عملية، أبيك في عملية، أبيك في عملية.
ولا يحصل ولا يحصل إلى أن بالنهاية حصل على واحد قال أنا نفذ لك، وقال بعطيك $1,000 وبعطيك السلم، يعني أنت الحين عضو عصابة عادي، راح أعطيك رئيس خلية يكون تحت أمرتك 50 واحد، يعني برقيك برقيك، رأيتك واسترأيتك، أبعطيك ترقية، بطمرك على طول، بخليك تصير رئيس خلية يسمونه ست SET، راح أخليك رئيس خلية، رئيس ست، رئيس مجموعة، رئيس جروب بأكمله 50 شخص إذا نفذت العملية هذه. وراحوا يا الربع عند الباب، نفس المنطقة نفس المدينة نفس الحي، وطقوا الباب تك 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 تك. Excuse me sir. Excuse me. With the cable guys. مثلوا ان اهما اصحاب الكيبل التلفزيوني كامكاست. رجل فتح الباب قال امروني. قالوا انت اهلك زوجتك حطوا طلب ان احنا نوصل كيبل تلفزيوني داخل البيت. طالع قال اوكي. دخل الاول، دخل الثاني، كان البنت تدخل وراهم، كان يطلع صاحبنا الفرد ويرميه. حاط كاتب الصوت ويرميه. حط الفرد مرة ثانية. شو؟ ميد ميد. واختفوا، راحوا. بعد نص ساعة، ساعة لربع، رفعوا التليفون. كلموا فورتي. وقالوا له فورتي. Enemy killed in action. Enemy killed in action. Enemy killed in action. E K I A. هذه العلامة إن صفينا الرجل. Enemy killed in action. Okay. فوري فرح. فوري فرح. مس ريتشسون قاعدة تعمل داخل الأوفيس ستيشن. فوري تمشى الحين. ابتسامات. يطالع مس ريتشسون. مس ريتشسون طالع في برش موف زي العادة. هو الحين فرح فرح شديد، يحاول يوصل لها المعلومة إنه I did you a favor. I did you a favor, but I cannot really tell you. I cannot really tell you, but you will find out. You will find out. You will find out that I did you a favor. I love you. I like you. That's why I'm willing to kill for you. بس ما قدر يقوله. ولكن يبين في الباري لانج. يمشي مستانس فرح. الابتسامة من أذن إلى أخرى. يكلم الناس. Yeah, man. Yeah, bro. الحين خلاص the juice is all over his body. ناعم فرح. Hey what's up man? Yeah what's up bro? Yeah 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 what's up what's up. فرح فرح شديد. اوكي شلوح من اللوح اللي يد البيت يروح. صار الليل، اطفعوا الانوار. جه الصباح 6 صباحا، تبديل زام. جو مرة ثانية تبدل الزام، دخلت الناس. مس ريتشسون دخلت مرة ثانية الصباح، سوت نفس الحركة، خلت فرة داخل، تأكد ما في أحد، ما في أحد طعن، ما في دم على الأرض، ما في رائحة مخدرات الحشيش وغيرها بالهواء. روتين عادي. فوري على سريره مترقب، يبي يشوف تعابير الوجه، يبي يشوف تعابير الوجه على مس ريتشسون. أنا لسه متخلص من زوجك، أنا لسه قاتل حقك، أنا لسه ذبحت زوجك لك، فدوى لعيونك. مسرش قاعد تمشي وزي العادة يقولوا لها good morning good morning good morning، لابسة نظارة سوداء أيضا. أوكي 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 business as usual. ما في نهائيا، يعني تعابير الوجه ما في شيء تغير نهائيا. مس ريتشسون is مس ريتشسون، نفسها ما غيرها، ما تغير شيء. شوي بعد ساعات قليلة ولا ينادون فورتي أصدقاء عبر عندنا احنا شبابيك، يعني كل 40-20 قدم في شباك يطلق على العالم الخارجي. نوعية العنبر اللي احنا فيه شباك، وفعلا تقدر تكلم الآخرين برا العنبر
في الساحة الخارجية. أي 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 call فوري مولي أي برا برا أي 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 call فوري for me but call فوري call فوري for me let him come to the window come to the window. وفور يروح حق الويندو واتساب يقول لا 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 يسي what what happened لا 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 با 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 فوري الحين منصدم شيء صاير ما أدري إيش صاير. طبعا إحنا كمساجين أحيانا نعرف القصة لاحقا وأحيانا نعرف القصة بينما هي تحدث لأن إحنا ما عندنا شيء ثاني إلا الملاحظة والتدقيق. هذه حياتك بشكل يومي إن لازم تعرف المحيط اللي أنت فيه تحركات الناس تصرفاتهم إيش صار تعابير الوجه لأن أنت في مكان يعني لا تحسد عليه. لازم أنت على يقظة لازم أنت على يقظة تامة لازم أنت على يقظة تامة مدرك لحولك. فوري منصدم جاء وراح وقعد على سريره ولايك ذيس وأصبح يكلم نفسه لدقائق damn فوري what the hell is going on bro what the hell happened bro. وما صدقوني يا ربع شنو صار. نعم هناك قتيل نعم هناك جثة يا بلدية تعالي شيل القطة دي نعم somebody was killed نعم أزهقت نفس ولكن كان الرجل خطأ. بدل لا يروحون على شقة رقم 11 راحوا على شقة رقم 12 واخذوا الرجل غلط ورموا الرجل غلط وطلعوا. اللي منذ قليل أحد يكلم فوري عبر النافذة يقول لا 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 قاعد يقول له اللي المفروض مقتول اللي هو مستر ريتشاردسون هذا هو يتمشى شوفه في مكانه في وظيفته جاوم داوم وكأن لم يكن. وهنا صدمة كبيرة لفورتي أن رجل قتل وكان الرجل غلط. ولكن لم تنتهي القصة عند هذا الحد بما أن اليوم اللي قبله فورتي ليل ونهار يمشي وبراقة بارت ما خلى أحد ما قال له عن القصة أن أنا راح أخدم ميس ريتشاردسون وشي والفن لاب وذ مي بابا بابا بابا. الكلام هذا وصل إلى الإدارة بعد ثلاث أيام بالضبط فرقة من 10 سجانة أو يزيدون بالإضافة إلى 10 آخرين من الشرطة في العالم الخارجي دخلوا يدورون على فورتي. جو وألقوا القبض على فورتي وودوه إلى سجن المقاطعة في العالم الخارجي وأعطوه قضية جديدة بصم من جديد مغشاط من جديد والسبب جريمة قتل.